بعض أولياء الله رضي الله عنهم كان له بنت صغيرة، بنت صغيرة عمرها 6-7 سنين. فهالبنت وهي ماشية تشركلت وقعت على الأرض، دخلت بحصة بكفة، والكف إذا وقع في بحصة شيء متعب. فقامت البنت وهي تضحك وتقول: الحمد لله، الحمد لله ابتلاني في كفي وعافاني في سائر جسدي. 7 سنين، الحمد لله ابتلاني في كفي وعافاني في سائر جسدي. فلما سمع أبوها منها ضمها وقبلها، فقالت: يا أبتي أوتحبني؟ أوتحبني؟ قال: وكيف لا يحب مثلي مثلك؟ هو من أولياء الله وهي شو طالع كمان؟ فقالت: يا أبتي أوتجمع في قلبك مع حب الله حبي؟ أوتجمع في قلبك مع حب الله حبي؟ يا بنتي أنت محبتك من محبة الله. فقالت: أسأل الله أن يفرغ قلبك لحبه. شو بتفهموا من هالكلمة؟ أسأل الله أن يفرغ قلبك لحبه. فقال: يا ابنتي متعيني بنفسك. يا بنتي خليكي، معنى الله يفرغ قلبك يعني الله ياخذني لعنده مشان قلبك ما ينشغل فيي. وماتت من ليلتها. ابني هذا شو اسمه؟ احنا بنسمع هي قصص، لكن هي وقائع يا ابني، وقائع الحب. هذا مشان انت تعرف حالك لوين واصل بالحب. هل بلغت الحب اذا ابتليت ببلاء ان تقول الحمد لله؟ هي من علامة الحب أن لا يرى في حياته لا ألما ولا مصيبة، ويرى المصائب كلها حلاوة ولذة، لأن المبتلي مين؟ الله. وإذا هو المبتلي يا حبيبي ما أحلاه، بلاء بيطلع حلو ما دام البلاء محاي لمحو الخطايا ومحو الذنوب ورفعة الدرجات. فهي يا ابني هي علامة من علامات الحب. فإذا بدك تحب الله ما تقول بحب الله وانت بكلامك وشاكتك شوكة ما بتعرف تنام، وطول الليل عم تعنين، وجعك بطنك ما بقيت تعرف لا تقوم ولا تقعد وانت عم تعنين. لا يا ابني، ما هذا الحب. الحب الحمد لله، الحمد لله ابتلاني في كفي وعافاني في سائر جسدي فله الحمد. فيا ابني هذا اسمه حب.